صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل لحبيبتنا مصر. ان شاء الله ايام سعيده ان شاء الله، واحنا داخلين على الانتخابات نتمنى ان الانتخابات تمر في سلام، نتمنى ان مصر اقتصاديا تنمو بشكل كويس، نتمنى كل الخير لبلدنا الحبيبه. امبارح في ميدان التحرير كان في يقال انها مليونيه، طبعا هي ولا مليونيه ولا حاجه، هي عدد من المصريين قعدوا في ميدان التحرير من قبل صلاه الجمعه. المطالبه الاولانيه او الاساسيه هو انه يا جماعه الجيش او العسكر يسيبوا السلطه ويحددوا امتى هيسلموا سلطه مصر للحكومه المدنيه او لرئيس جمهوريه مدني. طبعا كل الحق لأي واحد عايز يقول اللي هو عايزه من ميدان التحرير. كان في مطالب تانية طبعا بس هي دي أهم المطالب، لكن في ملحوظة كلنا كمصريين شفناها في ميدان التحرير، مش عارف إذا كان حضراتكم تتفقوا معايا أو ما تتفقوش، إنه ميدان التحرير من أول 25 يناير لحد دلوقتي هو مطالب بتبقى لمصر عموما، بتبقى حاجة بننزل هناك عشان عايزين مصر تبقى أحسن في كذا أو في كذا أو في كذا. إنما بعض الناس اللي هم مرشحين لرئاسة الجمهورية كان واقف على منصة خاصة بيه وعمال يتكلم بشكل خطابي متميز من وجهة نظره أو متميز من وجهة نظر اللي كانوا بيسمعوه. فهل هو الميدان التحرير هيتحول بعد كده إن هو يبقى مكان أو مركز لأن المرشحين لرئاسة الجمهورية إن هم يقولوا اللي هم عايزينه؟ هل انتوا موافقين على هذا؟ هل يعني انا مش متخيل ان ميدان التحرير اللي كلنا كمصريين اقباط وسلفيين واخوان وعلمانيين، يعني كل فئات الشعب كانوا بينزلوا عشان يقولوا مصر عايزينها تبقى احسن، يعني مطالب عن مصر مش مطالب شخص. النهارده عندنا فقرات متنوعه. سريعا انا هو مالون النهارده لوحدي في نهارك سعيد. معايا فقرة الصحافة الأستاذ عادل الصنهوري مدير التحرير العام بجريدة اليوم السابع، هنستعرض الصحافة اليومية كالعادة. بعد كده عندنا فقرة التصوير الفوتوغرافي مع المهندس جلال رفعت، مهندس ومصور عنده تصوير فوتوغرافي هايل وعمل معارض بشكل جميل. عندنا حالة مهمة جدا وهو أن في نسبة الطلاق في مصر ارتفعت بأسباب أو بأخرى، هنعرف الأسباب. يقال انه بعد الثورة عشان الحالة الاقتصادية فالناس عمالة تتطلق بشكل زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت بيقولك ان نسبة الخلع بقت رهيبة جدا في الستات المصريات، عمالين يخلعوا ازواجهم بشكل غريب. هل الثورة والحالة الاقتصادية هي السبب؟ هل هو قانون الاحوال الشخصية هو السبب؟ هنعرف الاسباب الرئيسية من الدكتورة فاطمة الشناوي خبيرة العلاقات الزوجية بجامعة لندن، والأستاذ سامي عبد الواحد المحامي هنتناقش معاه في موضوع الطلاق، نتمنى أن محدش يتطلق. عندنا فقرة أخيرة وهو واضح جدا أنه عدد كبير جدا من القنوات الفضائية انتشرت في جميع أنحاء العالم العربي، من ضمن القنوات دي القنوات الدينية، وابتدى يطلع فتاوي بشكل غريب أو بشكل زيادة عن اللزوم بمثلا تحريم الزواج مثلا من أبناء الفلول، 3 مليون واحد مثلا من الحزب الوطني ما يتجوزوش ولادهم مثلا، يعني ولا ما تنتخبوش مثلا الأقباط، ده من ضمن الفتاوي اللي عمالة تطلع. من ضمن الفتاوي ما تنتخبوش حد من العلمانيين أو 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 عدم، لو أنا مختلف معاك في الاتجاه اللي أنا فيه يبقى أنت كافر. بكل صراحة هو ده اللي موجود. هيكون معانا في الفقرة دي الخاصة بالفتاوي ودور الأزهر في ان هو لازم يبين المفروض ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. معايا الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ جامعة الأزهر، والمستشار أحمد ماهر عبده كاتب إسلامي ومحامي بالنقد. نبتدي يومنا ونهاركم سعيد.